السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم موقع أكثر من رائع لتنزيل البرامج دفعة واحدة. هذا الموقع يفيدك كثيرا بعد عملية الفرمطة أو عملية الفورمات لتنزيل البرامج الأساسية وجميع البرامج التي ربما تحتاجها دفعة واحدة بدون أي مشاكل. طبعا بالدخول إلى الموقع 90.com، موقع قصير ورائع للغاية، يمكنك حفظه والدخول إليه في أي وقت. كما ترى أمامك هنا البرامج مقسمة إلى أقسام، متصفحات، كذلك برامج يعني تيم فيور والاتصال، هنا برامج أساسية، إيميج بورن يعني لحرق نسخ الأيزو على سي دي، برامج المحادثة، سكايب، ياهو وغير ذلك من البرامج، برامج المطورين، الباثيون والكثير من البرامج الأخرى، النوت باد، هنا ربما تحتاج النوت باد أيضا في كتابة الأكواد البرمجية، هنا ملفات الميديا، الآيتونز، في ال سي، عديد من البرامج التي تحتاجها، هنا برنامج رائع لتحديد للتعديل على الأصوات والتسجيلات الصوتية، هنا برامج لفك الضغط، وهنا برامج لحزمات تريدها يعني الجافة والنت فيرموك، ضروريات كثيرا عند بعد عملية الفورمات. هنا كثير من البرامج كما ترى أمامك، برامج الحماية، هنا السكيورتي، افاست، اي في جي، مالوير، بايتس، يعني كل البرامج، افيرا، سوبر، هنا كما ترى أمامك برامج نشر الملفات، هنا برامج أخرى ربما تحتاجها، ستيم، هنا جوجل ايرت، الاونلاين ستورج يعني برامج التخزين السحابي، ورؤية كل هذه الأقسام يمكنك تحديد البرامج التي تريدها. فعلى سبيل المثال سأقوم بحتاج إلى هذا البرنامج فقط، إذا الآن أضغط على Get Installer. طبعا سيتم تحميل التطبيق التابع للبرنامج، يعني صغير هكذا فقط، بعد ذلك تقوم بفتحه. كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، وتنتظر حتى يتم تنزيل التطبيق كما ترى أمامك وبعد ذلك تثبيته. إذا قمت باختيار الكثير من البرامج سيقوم بتنزيلها برنامج تلو الآخر، يعني اترك فقط هذه النافذة هكذا مفتوحة في أي مكان في سطح المكتب، واذهب واشتغل وتصفح. طبعا كما ترى هنا في حال ضغطت على Show Details سيظهر لك أن التطبيق أو البرنامج تليه كل البرامج التي قمت بتحديدها Downloading، بعد اكتماله سيظهر لك Downloaded، بعد ذلك سيظهر لك كل البرامج التي جاري تنزيلها حتى تكتمل كلها. يا المشاهد الكريم، عند اقتراب انتهاء التحميل كما ترى أمامك الآن اكتمل التحميل، البرنامج الوحيد الذي قمت باختياره يقوم بتثبيته تلقائيا دون تدخل منك، دون أي مشاكل، يعني هكذا يقوم بالتنزيل والتثبيت، يلي البرنامج الآخر تنزيله وتثبيته وهكذا حتى ينتهي من جميع القائمة التي قمت باختياره، يعني ينزلها ويقوم بتثبيتها، بعد ذلك يظهر لك Finished كما ترى هنا بعد انتهاء جميع البرامج بالطبع. هنا يعني تذهب إلى سطح المكتب وتجد ان التطبيق قد تم تنزيله بالفعل والايقونه تظهر في سطح المكتب هنا وجميع ايقونات البرامج التي قمت بتحديدها بدون اي مشاكل.